هاي وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا مليح. لكم فيديو جديده وشوفوا لي شعري كيفاش راهو يبومبي. شوفوا لي الغزيلتا، شوفوا لي لابغيونس، وشوفوا لي كيفاش راهو لا فورم نتاعو لابغيونس. واو، شعرك راهو يبومبي. اليوم ان شاء الله رايحين نحكوا على كامل الاسرار اللي نستعملهم باش نعتني بشعري ويخرج. حتى لا فورم هذه رايحه نهضر لكم عليها ونوري لكم كيفاش استعملت شعري. حبيت نوه قبل ما نبدا باللي هذا بدون استعمال لا سيشوار لا ليسر ولا هم يحزنون، استعمل واحد الحاجه دوك تشوفوها في الفيديو. مالا ريحي هنا ما تروحي لهك لهك. البنات الشعر يسحق عنايه كبيره بزاف، يعني مش ممكن الشعره تاعك رايحه تتسقم. عنايه ووقت وصبر باش تسقمي شعرك، لازم لك عنايه وقت وصبر، ولازم ايميدياتمون تنحي له لي فوخش، لازم تقطعيه. لازم اذا كان شعرك محروق وما قطعتيهش وراكي ديري له في لي سوا ورايحه تبداي هذا التريتمون اللي رايحه نعطيه لك، ماهوش راح يتسقم وماكش راح تشوفي نتيجه. يعني اول حاجه ديريها سيدتي العزيزه انك تروحي تنحي لي فوخش، هذه اول حاجه ديريها. ثاني حاجه والسر من اسرار العنايه بشعري واللي راني نستعمله دائما مده عامين او ثلاث سنين ملي اكتشفت هذه المعلومه واللي دائما نستعملها، وعمري عمري عمري ما نمسك شعري تحت الماء، يعني نسلك شعري قبل ما ندخل للدوش، ونستعمل مشط اونتي شيت كيما هذا اللي راكو تشوفوا فيه. هذا المشط شريتها من الجزائر، راهي متواجده في الجزائر، ودير على ما اظن الا راني شافيه ندير وين اونتخ 45000 50000 سا ديبون كل حانوت شحال يبيعها. بصح هايله هايله، ملي شريتها نقصت لي لا شيت نسبه كبيره بزاف من لا شيت نقصت لي. اون بليس انا شعري من النوع اللي زيت بزاف، فهذا المشط كي نمشط بها شعري ما تزيت لي شعري، وكونترير تفرد الشعر وتخلي تهوي لك شعرك. اصلا كي تكوني تمشطي بها تحسي الهواء راه يدخل لك في المسامات نتاع شعرك، باسكو جايه تبومبي كيما راكم تشوفوا فيها مطاطيه، يعني حنينه بزاف على الشعره. وهذاك اللي في غوصوغ، هذاك اللي في غوصوغ يعني كي تبدا تطلع وتهبط الاسنان تاعك تاعها كيبداو يطلعوا يهبطوا في لاغاسين تاعك في الجلده تاع راسك، يديروا لك مساج ويحفزوا لك الدوره الدمويه. يعني هذا النوع من المشط راح يعاونك باش تنحي 88% من نسبه التساقط تاع شعرك. فهمتيني حبيبتي؟ بلا ما نعاود لك عمرك، واتونسيون اتونسيون اتونسيون تدخلي الدوشي وتسلكي لي شعرك تحت الدوش، خاطر الشعر كاع يطيح. شتي التعتوعه اللي فيك؟ هذوك الزوج شعرات تعتان تاع اللي بقاو لك يروحوا، ما تزيديش تلقايهم. السر الثاني اللي هو هذا الزيت، رايحه نحكي لكم على المكونات نتاعو كامل بواش متكون هذا الزيت. للمعلومه خدمته لي ماما، خدمته لي ماما قبل ما نجي من الجزائر، يعني في الجزائر اللي خدمته لي. وهذا الزيت مخدوم في الدار، يعني ماشي حاجه مشريه ولا، يعني هو زيت الزيتون. راح نعطيكم المكونات، رفدي ورقه وسيلو وكتبي المكونات وديري هذه الوصفه، رايح يساعدك يحبس لك تساقط الشعر، يسقم لك الشعره تاعك، الشعره تاعك تولي صحيه. لابغيونس غيان ادير، راكي تشوفي فيها لابغيونس غيان ادير، يعني حدث ولا حرج. نهضر بكل ثقه على لابغيونس تاع شعري، نعومه لي فورش يروحوا نهائيا. شوفي لي هنا اسكو عندي لي فورش في شعري، مع العلم راني ناكد لك باللي مانيش مستعمله السيشوار، ودوك تشوفي في الفيديو باللي ما استعملتش لي سور وما درتش لابروس كامل، ما استعملتهاش تاع السيشوار. هذا الزيت يتكون من زيت الزيتون. زيت الزيتون ديري فيه قرعه وديري فيه طرشي مسكرفج، انا عميه الطرشي باسكو الطرشي الاخضر فيه فيه بزاف فيتامينات. المهم نعطي لكم، والفيتامينات نهار نتحدث لكم عليهم بالتفصيل، يعني كل مكون رايح نهضر لكم عليه فيه فيتامينات ورايح يغذي لك الشعره تاعك. المكون الثاني هو الثوم، ديري توت حبات ولا ثلاثه حبات ريسان، يعني راس او ثلاث رؤوس ثوم احمر. لازم يكون احمر باسكو الثوم الاحمر المنافع تاعو بزاف وبزاف، وما نقدرش نهضر عليهم في فيديو باسكو ما نوفيلهمش حقهم. ديري حب الرشاد، حب الرشاد هو حب يشبه للزريعه
ولكن هو حب يشبه الزريعة الكتان، صح ماشي هكذا، جاي صغير عليها. روحي عند العشاب قول له اعطيني حب الرشاد، يعطيك حب الرشاد. ثالث مكون او رابع مكون هو اكليل الجبل. ثاني البنات اللي ما يعرفوش شنو هو اكليل الجبل، روحوا عند العشاب يعطي لكم اكليل الجبل. ديري ورقه وستيلو واكتبي كامل هذه المكونات هكذا باش ما تنسي حتى مكون. كما قلت لكم طرشي، اكليل الجبل، حب الرشاد، ثوم احمر، وطيب طيب مرحي، طيب او قرنفل، كسوسوا يكون بودر يا اما بودر، واذا ما عندكش بودر مرحي ديري 7 حبات او 8 حبات قرنفل حطيهم في هذاك الزيت. وهذاك الزيت واش ديري فيه؟ حطيه 20 يوم في بلاصه ظلمه، بلاصه تكون مظلمه تحت البوطاجي، ونسايه نسايه تماما حتى تفوت هذيك الفتره نتاع 20 يوم. من بعد اجبديه ونوري لك الطريقه كيفاش ديريه. كما شفتيني انايا شمخت شعري غير باش نوري لكم الفيديو، يعني شمخت شعري ودرت هذاك الزيت. الزيت معلومه، المعلومه الثانيه هذه اللي رايحه نعطيها لكم، الزيوت اي زيت رايحه تستعمليه، اي زيت رايحه تستعمليه ما ديريش وشعرك ناشف. حنا بكري كنا نخلو شعرنا زعما كي نكونوا رايحين ندوشو زعما كي يبدا يزيت نزيدو نزيتوه، وغدوه ولا ندخلو ندوشو ولا نزيتو الصباح ولا العشيه ندخل ندوش. مينو هاد لا ميثود غالطه 100%، والزيت اللي ديريه ما يدخلش في المسامات تاع الشعره وما يغذيلكش المسامات تاع الشعره وما يديرش لي في تاعو. الوغ هاد النصيحه عطاتها لي حفافه وندعي لها بالخير. حفافه نهار تحرك شعري، يعني شعري كي كان تشوفوا كيفاش كان ودركا كيفاش راهو. دوك نحط لكم الفيديو، كان هكذا، هنا كان شعري يطرطق، هنا شعري كان شعري يطرطق، كان كارثه، كان محروق خلاص، الشعره ماتت، الشعره كانت ميته تاع شعري، الشعره تاع راسي كانت ميته. والحمد لله بالعقل 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 عاود استرجع الصحه تاعو والحمد لله يا ربي وما شاء الله. بعد ما ابليكيت هذاك الزيت وشعري مشمخ، نروح نخدم شغلي مدة 20 دقيقة نص ساعة ساعة، خدمي شغلك ولا اقعدي في الحمام صاديبون. اذا كنتي مزروبة روحي خدمي شغلك وخلي شعرك مشمخ، خلي الزيت يشرب وعاودي ديري دوش مليحة. ولا والاحسن الاحسن انك تبقاي في الحمام، باسكو في الحمام المسامات تاني تاع المسامات تاع الكور كامل تاع الجسم كامل يتفتحوا والفروة تتغذى مليح حتى مسامات الشعر تتفتح. على بالنا بلي الشعر يتنفس، الشعر كيما النبته يتنفس، عنده مسامات، ماشي مانيش نهضر على الفروه، الفروه عندها مسامات والشعره عندها مسامات. فاذا قعدتي في الحمام تسترخي منها راكي تكملي في لادوش تاعك، ومنها الشعر تاعك راهو يتغذى والمسامات تاعو راهم يتفتحوا ويمتصوا في هذاك الزيت ويدوا في هذيك الفايده تاع الزيت. ثالث حاجه البنات رايحه نهضر لكم على واحد الشامبوان اللي في متناول الجميع وماشي غالي واي وحده تقدر تشريه، والمفعول تاعو بزاف بزاف هايل بارابول دي شامبو واحد اخرين. رايحه نحكي لكم على تجربتي انايا كي كان شعري محروق من فعل ابيض، باسكو كنت دايره البلون، كنت دايره البالياج، والحفافه اللي دارت لي هذاك الباكي البالياج هلكت لي شعري قتلت لي الشعره. فكنت شاك فوا نحب نعاود نسترجع الصحه تاع شعري، نعاود نحيي الشعره تاع راسي باسكو الشعره كانت ميته. كنت اشاك فوا فنصحوني بهذا لاغام تاع سيغي اكسبير من لوريال، هي لاغام تسقم لك الشعره تحسن لك الشعره ولكن تحسنها في هذيك اللحظه. لو كانت تحبسي هذاك التريتمو تعاود ترجع الشعره تاعك كيما كانت، تولي محروقه وتولي يابسه وتولي كي تغسليه ولي كي لاستيكي تجعد وكي ديريه له الليسور يبقى يابس الشغل فيه لالاك. راني نقول لكم شعري كان مهلوك هلاك هلاك هلاك، ما تصدقوش ما تصدقوش، يعني كون شفتوا الفيديو كيفاش كان وكيفاش راهو دركا الحمد لله يا ربي. فالبنات كنت نستعمل هاد لاغام، هي مليحه ولكن مؤقته، لازم دائما تكمليها، لازم دائما، وغاليه يعني ماشي اي وحده تقدر تشريها. دير واقي 70 زوغو لاغام كومبلي، ولازم تستعملي كامل لاغام، تستعملي لاكريم لو ماسك والشامبوان
ولاقام غاليه. بالنسبه لي انا هذا لاقام دارت لي الالرجي في البشره تاعي، باسكو انا عندي البشره تاعي حساسه، وجهي بشره حساسه الى اعلى درجه، وتلمو هذا لاقام فيها بزاف لي برودوي شيميك. كنت كي نغسل بها دير لي حب رقيق هنايا في الجبهه وفي رقبتي، وين يقيس كاع هذاك الشامبو وهذاك هذيك لا كريم اللي كنت نغسل بهم اللي كنت نستعملهم، كي يهبطوا لي كي نكون نشلل في شعري ينوض لي حب رقيق هنايا. مع الوقت اكتشفت باللي اكوز دو هاد لاقام، فكي حبستها شريت دي شامبو واحد اخرين كنت نستعمل اولترا دو، ولكن اولترا دو مليح للشعر اللي ما يزيدش، انا شعري يزيد بزاف، فالترا دو يرطب لي شعري ويزيدو لي بزاف. وماشي الشامبو هو اللي يسقب لك الصحه تاع شعرك، الشامبو يخرج على شعرك ولا ما يخرجش، اسكو تحسيه يهوي لك شعرك، اسكو تحسيه ما يزيد لك شعرك، اسكو يحافظ لك على طبيعه شعرك، هذا هو الشامبو. ولكن انتي الا حبيتي تتخلصي من لي فورش ولا تعاودي تسترجعي الصحه تاع شعرك، الزيوت الزيت هذا لازم تتبعيه وتنحي لي فوخش. لازم اول خطوه ديريها قبل ما تبداي هذا التريتمون تنحي لي فوخش، راني نهضر وناكد عليها. الا ما رحتيش قطعتي شعرك وخليتي لي فوخش عمره ما راح يتسقم شعرك. من بعد استعملت هذا لاقام اللي نشكرها بزاف 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 وبزاف خرجت على شعري، يعني راني في شهرين وانا نستعمل فيها. ملي جيت متزاير استعملت هذا لاقام نتاع السيف الغوز اللي راكو تشوفوا فيها، بزاف حسنت لي شعري. اصلا كي ندوش من نهار الاول حسيت بلي كاين فرق، شعري مهوي، شعري خفيف، شعري ولا ما يزيدش بزاف، باسكو انا شعري من النوع اللي زيد بزاف، ما نحسوش من هذاك النوع تاع الشامبوانات تاع الشامبوهات اللي رطب لك الشعر بزاف، باسكو الشامبو اللي رطب لك شعرك بزاف فيه خطر على شعرك، في خطر على شعرك، باسكو هذيك الترطيب رايح يولي يخدم عكسيا على شعرك، رايح يولي يخدم بطريقه سلبيه على شعرك. فما تخلعوش اذا الشامبو ماشي المهم انه يرطب لك شعرك، المهم انه يهوي لك شعرك، انه كي تغسلي راسك تحسيه خفيف وانه تسترجعي الطبيعه تاع شعرك. اذا كان شعرك كيرلي تسترجعي شعرك كيرلي، اذا كان شعرك ليس تسترجعي شعرك ليس، اذا كان شعرك ويفي يولي شعرك ويفي كيما كان ولي فوخش يروحوا له نهائيا بفعل الزيت وماشي بفعل الشامبو. فالشامبو هذا شاركته معكم لانه خرج عليا بزاف بزاف بزاف، وننصح اي وحده تشريه. لاقام هذه ماهيش غاليه، راهي متوفره في متناول الجميع كسوا في الجزائر. في الجزائر على بالي بلي شويه غاليه مي مليحه، ولكن هنا اي وحده تقدر تشريها. انا بيرسونيلمون شريتها من ليدل، ما ديباسيش واقيل 7 يورو هو ولا بري شامبو تاعو، ما ديباسيش 7 يورو. صيه واحده اخرى رايحه نوصيكم عليها البنات، لا بري شامبو عمرك عمرك ما ديري كميه كبيره، باسكو كي ديري كميه كبار رايحين يحرقوا لك الشعره ويخرجوا لك لي فوخش. ديري غير كميه صغيره وديريها غير في اطراف الشعر، ما ديريهاش في الفروه باسكو تزيد لك شعرك. اي منتج اللي رايحه نهضر عليه هما هاد لي كريم من ماركه فيولا اللي متواجدين في الجزائر، على بالشي لا راهم يبانوا لكم هكا. دوك نوري لكم الفيديو بالتفصيل ونحضر عليهم. هاد لي كريم شريت كامل الالوان كيما راكم تشوفوا، شريت الاصفر، شريت الغوز، شريت الاحمر، يعني هذو اللي لقيتهم، واللي ما لقيتهمش اللي مازالهم في الفاليزات اللي مازالهم، شريت الاسود. الاسود هو افضل رائحه، يعني ريحتها بزاف بزاف شابه وتشد في الشعر. هذا لي كريم بالنسبه لي شعرها يزيد، ما تستعمليش السيروم لانه السيروم انا بيرسونيلمون كي نستعملو شعري ندير نغسلو له صباح زوج سوايع ابري يولي مزيت، يولي مطر مطر والشعر يتقاطر. فهاد لي كريم خرجوا بزاف على شعري، اكتشفتهم كي رحت للجزائر وما قدرتش نستغنى عليهم باسكو لي في تاعهم بزاف بزاف هايل. شاك كريم عندها الخدمه تاعها، انا بوغ لو مومون راني نستعمل هذه الغوز سبيسيال باش تضوي الشعره، يعني تمد لابغيونس للشعره. انا نحب بزاف لابغيونس باسكو كيما راكو تشوفوا مانيش نصبغ شعري، عندي مده ما صبغت شعري، راني فايته في 3 شهور ما صبغت شعري والصبيغه هبطت لي، وكي تبدا تحول الصبيغه يعني كي تبدا تقدم اوتوماتيكمون تولي شهبه، تولي ما فيهاش لابغيونس،
فانا دركا راني نستعمل غير حتى الشامبو دي مد لابغيونس، حتى الشامبو اللي وريته لكم سبيسيال لابغيونس. وهنايا حبيت نوري لكم النتيجه بعد ما سلكت شعري، يعني شعري نسلكو قبل الدوش ونسلكو بعد الدوش، ما نسلكوش كي نكون ندوش، كي يكون الماء في شعري ما نسلكوش بتاتا، نغسل بالشامبو، ندير لابري شامبو بعد ما نخرج من الدوش، ندير لاكريم باش نسلك شعري، هكذا نتفادى نسبه كبيره من الشعر اللي يكون رايح يتساقط من راسي. فهمتوني؟ وراكو تشوفوا هنايا النتيجه، شوفوا نسبه الشعر اللي طاحت من راسي، هذه النسبه راهي كشغل ما عنديش لاشيت، ما عنديش هكذا نقدر نكونسيديري روحي باللي ما عنديش لاشيت، باسكو الا طاحت لك من 50 الى 70 شعره من راسك يعني راكي شعرك صحي. الا كان طيح لك بالكبه ثم راكي عندك لاشيت ولازم تداوي روحك، لازم تداوي راسك ولازم تعتني بشعرك. من بعد نشف شعري بالسيشوار، وهذه الفتره راني نتفادى في الليسون شعري غير نشفه برك باش ما نمرض، باش ما يبقاش مشمخ، ونخليه نخليه يعني طبيعي. تبري انا الشعره تاع راسي خفيفه وتطلع، بصح كي بديت ندير لها هذا لي سوا وبديت نستعمل هذا لا روتين كابيلير اللي راني نشارك فيها معاكم، شعري كيما راكو تشوفوا ولا كيتنشف كيما راكو تشوفوا هنا، هذا طبيعي وليت كمال كي نشفوا ما يطلعش ما يتعتعش بزاف. بعدا جيت نشارككم بهذاك الرولو اللي شريته لهذيك الخطره من شيئين، وقلت لكم رايحه نجربه ونعطي لكم النتيجه من بعد، نقول لكم رايي فيه يعني بعد التجربه، لاني اول مره نستعمله. جبت الرولو العجيب والغريب وبديت ندور، صراحة نصفق بزاف، صراحة نصفق بزاف، حسيت صفاي. الخطرة الأولى جاني صعيب، الخطرة الدوزيام يعني عانيت معاه باش عرفت كيفاش نابليكيه، عانيت كيف ما عرفتش ندور شعري بيه، فهنا درت شوية درت لاماش برك هكا باش تحكم لي، باسكو ما نحبش أنا شعري يكون متنشف منا من لافون، درت غير لاماش بلا بروس. وشعري منا راهو طبيعي، ما جبتوش لا بلا بروس لا بالليسر، راهو طبيعي 100% كيما شفتو غير نشفتو بالسيشوار. جبت هذاك الرولو العجيب وبديت ندور 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 ندور، ما فهمت فيها والو حبيبتي. درت لا تونتاتيف الاولى والو ما مشاتش، زدت المحاوله الدوزيام والو ما مشاتش، طروازيام فهمت لها لقيت لها العفسه، درت لها اطاش حكمتو في نص الراس كيما راكو تشوفو باش يحكم لي، باسكو كنت كي ندير من هذه الجهه يطلع لي الجهه الدوزيام، كي ندير من الجهه اللي منها تطلع لي الجهه اللي منهي، فعانيت معاه والله سوفريت، تقلقت وانا نصور في الفيديو الصراحه تقلقت. بصح ومن بعد كي عرفت له الحل حكمتو بلاطاش كيما راكو تشوفو، وبديت ندور بالسلبه 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 حتى كملت شعري العجيب كامل ودورتو. جاني طويل لانه هذا الرولو شريته للشعر الطويل، فمام حتى طوال شعري نقعد نستعمل فيه باسكو بزاف بزاف براتيك، وخاصه البنات اللي ماهمش حابين يحركوا شعرهم بالسيشوار وراهم حابين يعالجوا شعرهم، فانا استعملته باسكو راني شعري راه في فتره علاج بور لو مومون، راني حابه ندير له لا لاتنت، لا نكثر له السيشوار، لا نكثر له ليسور، يعني مره على مره خاطره في الغره ندير له هكذا ليسور ولا ندير له هذا ما كان. اما هذا الرولو درك نولي نستعمله دائما باسكو النتيجه تاعو ها هي النتيجه سيداتي، بزاف هايله النتيجه تاعو وعجبتني بزاف، ونولي نستعمله دائما باسكو براتيك وما يحرق لك شعرك ويحافظ لك على الصحه تاعك، خاصه كي تكوني في فتره العلاج وكي تعرفي له السيستم يجيك ساهل، يجيك ساهل وما يوجعش، حتى ترقدي به ما يوجعش، فارقت به ونط به نورمال ما وجعنيش. كاينه حاجه وحده الخطره الجايه نعاود نستعمل، لكن نعاود نستعمله ندير له لالاك باش يحكم لا فورم، باسكو شعري انا يطيح ما يحكمش لا فورم، يحكم يعني واحد 10 دقائق 20 دقيقه ماكسيموم، ومن بعد تبدا الشعره تطيح كيما راكو تشوفوا هنايا، كي بدا الفيديو ماشي كيما دركا، مازال هو يعني حاكم روحو بصح لا بغيونس ما عندي ما نقول. واش رايكم في شعري؟ حطوا لي في التعليقات الصراحه البنات، نتيجه مبهره، جربوا لي هذا، راني حبتكم كامل تجربوا هذا الزيت، راني حبتكم كامل تجربوا هذا الروتين، باسكو انا كي نشارك معاكم حاجه على بالكم اكون ماركيتو بلي ما شاركش معاكم بزاف لي روتين تاع البشره ونتاع الشعر ونتاع الجمال، حتى نكون متاكده من هذاك الروتين 100% بلي يصلح
وباللي فيه فايده باش نقدر نشاركه مع الناس. واما واصلا انا ما نحبش نخلط بزاف لي روسيت في هاد الحوايج، خاصه وجهي، كسوا وجهي ولا شعري، باسكو كي تخلطي بزاف لي ماسك، تخلطي بزاف لي روتين، تخلطي بزاف الزيوت، تولي تنعكس النتيجه، تولي نتائج سلبيه. حتى ولو كان هذاك الدواء يداوي، حتى ولو كانت هذيك الوصفه تداوي، تخلطيها مع وصفه واحده اخرى تتبدل الريزولتا تاعها. فتوجور توجور احكموا روتين واحد، احكموه مده شهر، داوموه وشوفوا النتيجه. ماشي ما عجبكش من نهار الاول تروحي تبدليه، لا لا، كل حاجه لازم لها صبر ولازم لها وقت تعتني بها. انا شعري عنده عامين وهو محروق، عنده عامين وهو محروق لحد الان باش تسقم وبدا يسترجع صحته. فالحمد لله يا ربي، ونتمنى كامل البنات يتسقم شعركم. ولا حبيتوا الخطره الجايه نزيد نشارككم لو تريتمون اللي راني ندير فيه في وجهي، واللي عطاتو لي الديرماتولوج، يعني راني جايبته من عند الطبيب الجلد، مانيش جايبته من راسي ولا من وصفات جايبتهم من السماء ولا ما، جايبته من عند طبيب الجلد. فهنا نكونوا الحقنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وكنت خفيفه ظريفه عليكم. على بالي بلي راه يكون شويه فيديو طويل، ولكن تحملوني، دائما تقولوا لي فيديوهاتك قصار، هاني درت لكم فيديو طويل سيدي. ما تنساش ديري جيم، ابوني، فعلي زر الجرس، وخلي لي تعليق، ادعي لي دعاوي الخير اختي، وقولي لي النتيجه، جربيه وقولي لي النتيجه. هيا باي.